السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع محرج شوية. طبعا في كتير من الناس لما بتشوف رؤى محرجة خاصة بالعورة بتتكسف إنها تقولها أو تكتبها في تعليق على العام أمام الناس، لا سيما البنات العزباوات، ومن الممكن انها تكون النساء بصفة عامة. فالنهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية رجل يلمس عورتي. شفت في المنام رجل لمس عورتي، ايه ده؟ وحيانا من الممكن ان يكون الرجل ده مجهول او معلوم، كل الكلام ده هنتعرف عنه دلوقتي. دعونا نبدأ بالمرأة المطلقة، لان دي رؤية للأسف غير محمودة للمرأة المطلقة. لما تشوف ان في رجل يلمس عورتها، الرؤية تدل على حدوث بعض المشاكل او كشف بعض الاسرار، لان الاصل في العورة ايه؟ الستر. طيب لما العورة تنكشف الاسرار هتكشف، ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. طيب نفس الرؤية للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على أن هذه المرأة المتزوجة تقوم ببعض الأمور الغير جيدة والمشينة، وينبغي عليها الانتباه، وينبغي أن تنتهي فورا من هذه الأفعال الغير جيدة. طب نفس الرؤية للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل للبنت العزباء على تورطها في بعض المشاكل والأزمات، وقيل فقدان شخص عزيز، ومش معنى فقدان شخص عزيز انه هيموت، لا، من الممكن يكون شخص بينها وما بينه صداقة، معرفة، خوة، زمالة، اي حاجة. مش المقصود بفقدان شخص عزيز يعني موت، لا، فقدان علاقة مع شخص جيد. رؤية المرأة المتزوجة لرجل يلمس فرجها تحديدا رؤية مفزعة لأي امرأة، إن يكون فيها رجل لمس فرجها في الرؤية. هذه الرؤية تدل على المشاكل والهموم التي سوف تحدث له، وعليها سواء هي بقى أو غيرها أو أي حد يشوف رؤية مفزعة، زي ما أنا تكلمت عنها قديما، إني أدفل عن يساري سلاسا ثم أدعو الله تبارك وتعالى أن يرد على عني هذا الشر. خلاص، ده الأصل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب رؤية الرجل المتزوج أنه يلمس فرج امرأة ليها أكثر من معنى، يعني من الممكن أن يكون فيه أكثر من معنى لأكثر من شخص، مع أن الرؤية واحدة بس للرجل المتزوج. فرجل المتزوج يرى أنه يلمس فرج امرأة، من الممكن أن يكون للشخص ده حديث نفس، أمر عالق في ذهنه في قضية شهوة، فرأى في المنام أنه يلمس فرجها، ده حديث نفس مع إنسان هو يعرفها. لكن إن لم تكن حديث نفس وما بفكرش في حد، هذه الرؤية أحيانا تدل على كثرة ذنوب هذا الرجل المتزوج، عند ذنوب كثيرة. طب خدوا المعنى الثالث الجميل، ودي من الممكن إنها تتماشى مع طائفة كثيرة من الرجال، أن هذه الرؤية تدل على تقصير الزوجة تجاه الزوج. طبعا في قضية العلاقة الحميمية من الممكن أن احنا نمشيها حديث نفس، لكن هي ليست بحديث نفس. الرجل حينما يشعر بالتقصير في الحياة، من الممكن أنه يشوفها في عالم الرؤى، فهذه الرؤية حينما يراها تدل على تقصير زوجته معه ومع شديد الأسف. رؤية الشاب أنه يلمس فرج فتاة، وهذه الفتاة معلومة لديه يعرفها، هذه الرؤية تدل على رغبته الشديدة في الارتباط بهذه الفتاة. طيب رؤية البنت العزباء لرجل يمسك بخصرها أو بمقعدتها، هذه الرؤية تدل على أنها تشعر بالضيق، تشعر بالضيق من بعض أمور الحياة التي تقلقها، وربما هناك بعض الأمور للبنت العزباء هي مرغمة عليها من باب العادات والتقاليد، وهي لا ترتضيها، هي مش عايزة تفعلها،
وربما تدل في الأخير هذه الرؤية للبنت العزباء على الوقوع في بعض المشاكل، لكن سرعان ما ستزول إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.